المبادرة دي للعالم وتسويق هذه المبادرات، وإزاي أنا أقنعهم بالمبادرات بتاعتنا إحنا عشان يعملوا مبادرات تليق بالمستوى والطموحات الكبيرة اللي إحنا حضرتك بنتكلم في البيان كل صدى عن مجلس الأعمال اتكلمت على إنه الشركات الأوروبية تغتنم الفرصة وتزود استثماراتها في مصر والحوافز اللي موجودة في مصر واللي مصر بتعمله، يعني اتكلمت في هذا المجال كمان. إحنا طبعا اتكلمنا الحقيقة الناس فرحانة، يعني السفراء والمولين والتعليقات بتاعتهم، واحد فرحان ان في شراكه وحاسس بمصر وحاسس بالمصريين وحاسس ان احنا اتظلمنا الفتره اللي فاتت دي. احنا طبعا كان في سفه كتير قوي وكان في تضليل اعلامي كبير وكان في يعني جماعه بقى يعني اهل الشعب دول كلهم كل واحد قاعد يغني اغنيه ظلم في ظلم، كلها اوانطه في اوانطه. النهارده بتتكشف الحقائق قدام الناس وهم بقى عندهم الخزي والعار لكل الشائعات اللي بيطلعوها، وأصبحت مصر هي الدولة المحورية كما كانت وسوف تقول وسوف تظل إن شاء الله. والحيث إحنا أنا كل يعني قبل أن أنهي حديثي معك أنا عايز بس نعد العدة لده. إحنا معنا شراكة استراتيجية مع أكبر شريك معنا، الاتحاد الأوروبي ده هو أكبر شريك معنا، سواء كان في التجارة أو في الاستثمار أو حتى في المجموعات السياحية في الساحة اللي تيجي معنا. صحيح، إحنا ممكن ننقل النقلة دي نقلة تانية خالص، وممكن نضاعف الارقام دي كلها، وممكن نتكلم ايه التارجتس اللي موجوده على المدى المتوسط والبعيد على في المجال الصناعي وخريطه استثمار مصر الصناعيه، كيف نعد مصر لان تكون دوله صناعيه متقدمه. ده تارجت، ده رؤى. يرسموا بقى مجموعه السياسات والتشريعات والممارسات اللي تخدم الهدف ده ازاي؟ لازم ده الهوم ورك بتاعنا احنا. ده اللي احنا هنعمله، وده اللي لما نعمله بالايمج الحديث ونسوقه على مستوى العالم. هيبقى مع اوروبا، ولو انت نجحت مع اوروبا العالم كله هي عظيم. خد بالك انا الحقيقه سعيد بالمبادره جدا وفرحان جدا للطموحات اللي حصلت والمبادره، وعاوز استغلها. بس المشهد النهارده مشهد محمد بيه كان مشهد بجد، اي حد يبص النهارده مشهد رائع بصراحه. بالظبط، انا بقول لك انا سعيد بيه جدا. يمكن انا يعني بعيد عن التفاصيل، المشهد نفسه، الحضور نفسه، هذه القوه اللي موجوده الحمد لله ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولازم احنا يعني نحس ان ربنا واقف معانا ونشكر ربنا ونسجد له. يعني الحقيقه ده ما جاش من فراغ، ده جا يعني ده رضا من الله سبحانه وتعالى انه بينم بنعمته علينا. وبرده مصر لو تكن مؤهله للعمل ده ما كانش حد عبرنا. صح، وبرده الصرخه اللي حصلت في الاستثمارات اللي جايه من الامارات والاستثمارات الفتره اللي جايه، وبرضه السياسات الماليه والنقديه اللي مصر خدتها، والتاهيل الجديد، وتصريحات رئيس الوزراء وتصريحات المسؤولين ان احنا بنشجع القطاع الخاص ومبادرات جديده لتشجيعه ولتعظيم نسبته في المشاركه في التنميه. الحقيقه ده عمل صدى، ولما بيكون الصدى ده يعني مصحوب بنماذج تنفيذيه وتجارب بتتم بتعمل مصداقيه للدوله وتخلي الناس تقول لك لا ده في مصداقيه، لو النهارده احنا بكره هيبقى افضل وبعده هيبقى افضل من بعده وهكذا. احنا ماشيين على التراك المظبوط والدنيا بدات تفتح معانا، واللي جاي افضل وافضل باذن الله. انا شايف فضلك وانا كمان مش عاوز اصيب عشان رمضان عشان باذن برنامجك، لكن انا سعيد بيك جدا وسعيد الحقيقه. انا النهارده مبسوط جدا من اللي حصل، وبدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يتم نعمته، وبالشهر الفضيل ده ان يعني نتالق اكثر واكثر ونشوف مصر الصناعيه المحترمه بكل ما تحمله هذه الكلمه كما اتمناها انا واتمناها كل مصري وطني محترم. بشكرك، شكرا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا.